عايز اقول في النهايه النادي الاهلي الناس بتعتبره نادي غني، بس النادي الاهلي يا جماعه غني بجمهوره وباعضائه وبمسؤوليه وبلاعيبته وباجهزته، وغني بالمحبين ليه. المحبين ليه ان هم مش عايزين حاجه غير ان هو مصلحه الكيان ده. المحبين دول في منهم ناس كتير قاعدين في وسطينا النهارده، وانا الحقيقه مش عايز اذكر اسم عشان ما انساش حد، بس فعلا انا من برضه من هذا المنطلق وفي يوم زي ده بحب اشكرهم كلهم. كل واحد يجي مثلا انتخابات، ممكن اي حد يحب يخش انتخابات، كل واحد ما بيفكرش في نفسه، فكر الاهلي ده ازاي يمشي صح ويمشي صح بمين، وهم اللي يتولوا ازاي يقنعوا الباقي الكل، مش مجلس اداره داخل، هم دول ولاد النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي غني، غني بناسه بجماهيره باعضائه بلاعيبته بمسؤوليه بالمحبين ليه. انا مش عايز اطول في كلام، بس انا فعلا من الايام على قد ما فيها من الحزن، على قد ما فيها من السعاده الداخليه ان اشوف حجز بالشكل ده، كل الناس موجوده في ذكرى رحيل يعني انسان عزيز جدا مش علينا احنا كاشخاص وعلى النادي الاهلي كمان. بشكركم جدا وبشكر كل الساده الحضور، ربنا يا رب يرحمه ويحميه ويوسع باذن الله.